الحمد لله الذي لم يزل جوده في توال وغيث منته الطال في مختلف البقاع والمحال وفي الأمة جيلا بعد جيل على ممر الأجيال بأنواع وأمثال وأشكال متعاقبة متنوعة. إن العطاء إمداده متنوع يا حسن هذاك العطاء المتنوع، وكان من مظهره وردوا على نهر الحياة وكلهم شربوا، وكم في الركب من متضلع حاشا الكريم يردهم عطشا، وقد وردوا وأصل الجود من ذا المنبع، ولم يزل يظهر في الأمة بواسطة نبيها من ربها سبحانه وتعالى مجالات العطاء ومجالات الفضل والإحسان والاستيفاء والاجتباء بالحياة وبالممات. جل المحيي المميت جل جلاله وتعالى في علاه، والذي سرت سرايته في كل ذرات الحياة وشؤون الممات بعجائب الإرادة والقدرة وحسن التدبير والتقدير من العليم الخبير، من القوي القدير، من السميع البصير، من الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير جل جلاله وتعالى في علاه. وكان موسم من المواسم التي انفتحت بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، كان قد لوث وكان قد غير وكان قد بدل، وكانوا يتصرفوا حتى في زمنه وفي أيامه وقدموها وأخروها، وجاء النسيء وأدخلوا الكفر وأدخلوا الشرك وأدخلوا المعاصي وأدخلوا أنواع الذنوب، وكانوا يقيمونها صورة من الصور، وفيهم ومن بينهم من يكون سببا لبقاء معنى من الخير أو من الرحمة من الله لعباده ينطوي بينهم، وهم أقلة حتى أراد الله أن يحيي ما مات ويرد ما فات ويزيد زيادات. فجاء الذي كان السبب الأول للحياة والمصطفى لله والمجتبى من الله سيد أهل حضرة الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، فأوجده وحج حجات قبل البعثة الشريفة وقبل الهجرة من مكة المكرمة، وكان لا يقف عند حدود ما غيروا ولا بدلوا من الموقف في من أهل قريش الحمس الذين لا يجاوزون حدود الحرم ولا يخرجون إلى عرفة ويكتفون بالوصول إلى مزدلفة ويقولون لا نخرج من حدود حرمنا، وكان يخرج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على قدم الخليل إبراهيم وعلى مرضات العلي الكريم سبحانه وتعالى. ثم جاءت البعثة وجاءت الهجرة، ثم جاء فتح مكة، ثم أرسل في السنة التاسعة أبا بكر الصديق يحج بالناس، وأرسل معه علي بن أبي طالب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى مبينا أخبار السماء وإرادات الحق بالصفاء والنقاء، ومن يريد أن يفيض عليهم فائضات الجود، وحرم على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فقد حان وقت الاصطفاء والاجتباء وعود فائضات الجود والخير، ونادى المنادي وعم الأمر الرباني تحت راية صاحب الشرف العدناني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجاءت السنة العاشرة وجاءت الذات المكرمة الطاهرة، جاءت ذات محمد لتحج بالناس بيت الواحد الأحد ولتقف بهم بعرفة، وناداهم خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وآله وسلم، وقال في استقرار الأمر ببركته واستقامته على يده: إن الزمان قد استدار على هيئته كيوم خلق الله السماوات والأرض. الشهر إثنى السنة إثنى عشر شهرا منها أربعة حرم، ورجع كل واحد إلى مكانه وإلى وقته، لا تبديل ولا تقديم ولا تأخير ولا شيء مما كان يعمله أهل الكفر ومن حواليه. 100,000 و24,000 بهم فاضت الفائضات على من بعدهم في جميع الحجاج، هذه الذوات التي تلقت من الذات الأقدس من الذات الأنفس من ذات محمد
محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتلا عليهم آيات نزلت طرية من السماء وهو على ناقته القصوى وبركة الناقة من ثقل الوحي، ثم نهضت بعد أن فتر الوحي وتلا عليهم اليوم أكملت لكم دينكم. خطاب من رب العرش من رب الأرض والسماء يخاطب تلك القلوب وأولئك الأقوام تلك الثلة الأولى، وعبرهم يصل الخطاب لكل من دخل الحما ولكل من اتصل بكريم الكرماء وآمن برب الأرض والسماء وبمحمد الأسماء وما جاء به مما ينقذ الناس من العمى. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فعميان كل من لم يعلم أن ما نزل إلى عبد الله ونبيه وصفة محمد هو الحق، من لم يعلم ذلك فهو أعمى، وإن سموه صانع وإن سموه مخترع وإن سموه لاعب كبير وإن سموه ممثل كبير وإن سموه رئيس دولة كبرى وإن سموه وزير ما هو وزيره فهم عميان. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق من هو أعمى؟ هؤلاء العميان ويحشرون يوم القيامة عميان، هؤلاء الذين المحشر يمتلئ بهم عميانا إذا ماتوا على ذلك الحال لم يؤمنوا بمحمد ولم يعظموا محمد، فما شان البصر ولا البصيرة على الحقيقة إلا إيمان بخير الخليقة واستمساك بتلك العروة الوثيقة. وأدى لهم الأخبار وأعطاهم شرائع الإسلام وأوثق عليهم العهود والمواثيق وأخذ عليهم العهود أن يبلغوا وأن يوصلوا، وأشهد رب العزة على هذا البلاغ الذي ما عرفت البشرية مثله قبله ولا بعده. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ وإذا تلا جملة من الأحكام رد وقال ألا هل بلغت؟ قالوا بلغت، قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغيب. وعظمت البركات وقد حج على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، ثم قال في دعائه اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانت زاملته راحلته إعادة عامة الناس، وأكثرهم يجعلون زاملة ليجعلون عليها زوادهم وأمتعتهم ورواحل يمشون عليها تكون أقوى وأسرع مشي وأحسن. أما سيدنا المصطفى قال زاملته راحلته هذا هو واحد يتطلع عليه زاده ويركب عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهل عرفت الأرض أو السماء قلبا أكثر تواضعا من قلب حبيب الله محمد، أو أكثر خضوعا لجلال؟ لو كان أعرف بالله منه لأمكن أن يوجد أخضع منه، لكن لا أعرف بالله منه فهو أعظم الخلق خضوعا لله وتذللا لله وأدبا مع الله صلوات ربي وسلامه عليه. وبقية الأمة محفوظة بفضل الله تعالى ببركة هذا النبي على ممر الأجيال في من يختارهم ربكم من القلوب التي تعي وحيا، تعي خطابا، تعي تنزلا، تعي قرآنا، تعي سنة، تعي هديا نبويا يترجمه مسلك السلفي من الصحابة وأهل البيت الطاهر وخيارهم من التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى أن يقول في كل منهم في كل قرن ما يقول الإمام الحداد: فبالحق فلناخذ علوم طريقهم يدا بيد حتى مقام النبوة، يدا بيد حتى مقام النبوة. فصار سر الصلة والنسبة هذا السند الصحيح، سند في جهة العلم، سند في جهة السلوك والمعراج والترقي والذوق والإدراك والحقيقة والوعي والفهم والنور والهداية، سند من في جانب البلاغ عن الله تبارك وتعالى والبيان لشرع الله على أسس وعلى أصول مضى عليها الصادقون الفحول الأكابر عليهم رضوان الله تعالى. فهذا مصدر الخير في الأمة، وهذه قنوات الصلة بالحق والبلاغ عن الحق والهداية إلى الحق.
بقيت في الأمة، وإن طغت عليهم قنوات حملت ضلالا وحملت ظلمة وحملت زيغا وحملت شكا وحملت كفرا وحملت زعزعة للإيمان وحملت إضاعة للأخلاق وتضييعا للسير، ولكن ما انطفأت ولا وقفت وقنوات الدلالة على الهدى والحق وقنوات النور التي إذا استقبلتها القلوب تنورت وتطهرت وتزكت وأدركت وعرفت ووعت أسرار الخطاب الإلهي والنداء الرباني الذي لم يحمله في الأمة غير محمد عليه الصلاة والسلام. وأولو الألباب يقولون في مناجاتهم للرب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وحاجتهم إلى ذكر المنادي وسط الدعاء أن يسترحموا به وأن يتوسلوا به وأن يستعطفوا الرحمن بواسطته، يقول: هذا عبدك الذي أحببته نادان ونحن سمعنا النداء، وجاء من عندك بالنداء ونحن سمعنا النداء، فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فقدموه واسطة وقدموه وسيلة وذكروه ضمن مناجاتهم للرب في نموذج ذكره الله في القرآن: مناجات أولي الألباب لرب الأرباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أهل العقول هؤلاء الذين ليسوا بعميان وليسوا بصم وليسوا ببكم، وكذلك تراهم يوم القيامة، هم أهل الأسماع، هم أهل الأبصار، هم أهل القلوب، هم أهل العيون الناظرة، هم أهل البصائر عليهم رضوان. ليس فيهم من يحشر أعمى، إنما هذا شأن المعرضين عن ذكر الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وذلك لأنه كان في الدنيا أعمى وعمى بإعراضه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول جل جلاله: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. اللهم نور بصائرنا بهذا النبي والنور الذي بعثه به، واجعلنا من أهل البصيرة، واجعلنا من أهل السريرة، واجعلنا من أهل النور، واجعلنا من أهل الصدق، واجعلنا من أهل الإخلاص، واجعلنا من أهل الوفاء بالعهد المغتنمين للعمر القصير في السير على خير مسير، حتى نلقاك يا علي يا كبير، حتى نلقاك يا علي يا كبير. فإن نرى من يذهب من بيننا من صغار وكبار وأخيار وأشرار، وإنما ما تولي ما نباهم يموتون لو كان الأمر بخيرة الناس، وما معهم إلا تسليم لربهم جل جلاله. ما تبقون بهم يحيى الدين ما داموا أحيا، بل بذكرهم تحيا القلوب، وقوم تموت القلوب بذكرهم والعياذ بالله، فقوم تحيا القلوب بذكرهم وإن قد ماتوا، وقوم تموت القلوب بذكرهم وإن كانوا لازالوا أحياء على قيد الدنيا، تموت القلوب بذكرهم، لأنهم مصدر ظلمة من الظلمات، مصدر قطع عن الله سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. قال سبحانه وتعالى: ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. فهؤلاء مصدر ظلمة في الوجود والعياذ بالله تبارك وتعالى. لكن الغرابة أن يأتي مؤمن مسلم أمامه قنوات النور فيتعامى ويتصامم عنها ويفتح قنوات هؤلاء المظلمين أهل الظلمة وأهل الفسق والفجور، يفتحها على نفسه ويفتحها على أولاده ويفتحها على أهله ويفتحها على أبنائه وبناته. هذا من العمى، هذا من الغي، هذا من ظلم الإنسان لنفسه والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما أولو الألباب كما ذكر ربكم لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى أول ميزهم، أول علاماتهم، أول سماتهم، أول سيماهم كثرة ذكر لله، كثرة ذكر لله، يسبحون يحمدون يهللون يكبرون يتصلون بأسرار الربوبية بتأمل معاني التقديس والتسبيح والتنزيه والتحليل والتحميد والتكبير. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
والذكر والفكر أوصلهم إلى ساحتي ومساحتي ورتبتي ومكانتي وشريفي مناجاة للملك القدوس. ينادون ربهم جل جلاله، وهو عطاء عظيم يعجله الله للصادقين في الدنيا قبل الآخرة، ويعاقب بحرمانه من تولى عنه جل جلاله. قال بعض الغافلين الفاسقين في بني إسرائيل، وكان عنده علم ما عمل بعلمه، وقال إني عصيت الله ما رأيت عذبني بشيء. أوحى الله إلى نبي في ذاك الزمن، قل له إني عذبتك من حيث لا تشعر، ألم أحرمك لذيذ مناجاتي؟ ألم أحرمك لذيذ مناجاتي؟ قال أنت معذب، من تداري بعذابك؟ حجبوا وحسبهم الحجاب وعذابوا، يا ليتهم سمعوا النداء فأجابوا. فهؤلاء تنعموا، فذكر الله لنا نموذج من سر مناجاتهم له. قال ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذه الكائنات باطل، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. لا يزالون يطلعون على عجائب في تكوين الكون، يوقنون أنه لا يمكن أن يكون صدفة، لا يمكن أن يكون بنفسه ولا بطبيعته، وأن من وراء قوة فما يدرون ما هي، تحيرهم ثقوب سوداء شي في الشمس وشي في غيرها، ويمكن أن تلتهم الملايين من الكواكب في اللحظة الواحدة، ولا يدرون ما وراءها وإلى ماذا يفضي. وإذا رأوا شؤون الجاذبية وأعلموا بعد ذلك أنها في تماسك الكائنات في الفضاء من حواليهم حيث يصل اطلاعهم، أمر عجب، أخذوا يقولون قوة خفية. قوة خفية؟ إيش قوة خفية هذا؟ والله آمنوا بالله، ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ما رأوا ما قادتهم الآيات ودلائلها إلى الإيمان بهذا الإله، وهذا هدية يهديها الله للصبيان فينا. الصبيان فينا خير من واحد عايش في الفضاء مفكر كبير مد سفونه بإيش من درجة في العلم. صبي عندنا خير منه بألف مليون مرة، بيتحسر ألف مليون حسرة إذا رأى عاقبة هذا الصبي وهو مات على الكفر. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. فإذا فقدنا الأخيار والأبرار كان عبرة لنا، وكان حسرة علينا، وكان سببا لاستزادتنا من فضل الله. فإذا حسرنا عليه، تأسفنا على فقده، حملنا أنفسنا على متابعته، تذكرنا شريف صفاتهم، جبر الله كسرنا وأعظم أجرنا، وعوضنا من عنده بعوض سبحانه وتعالى، وجعلهم سبب للشفاعة وسبب لإهداء الخيرات للأمة، ورفع بذلك مراتبهم جل جلاله. وإلا كم نفقد وكم نفقد، ومن يعرف قدر فقد الأكابر والأخيار والصالحين في ذي الأيام القريبة من أكابر العلماء في الأردن. مات الشيخ العتوم عليه رحمة الله، إذا قد بلغ مبلغ في السن يفوق 120 سنة، ولحقوه ميت في الأحساء التي منها الشجار الذي كان يتردد إلى الإمام الحداد في حضرموت، وحفظ من كلامه ما حفظ عليه رحمة الله تعالى الشيخ أحمد بن عبد الله الدوغان عليه رحمة الله تعالى في 102 سنة من عمره، وتزيد على ذلك أشهر عليه رحمة الله تبارك وتعالى من سلالة خالد بن الوليد سيف الله المسلول. فقدناهم، واليوم فقد التريم هذا السيد الكريم منيب الخاشع المتواضع صافي السريرة منور البصيرة قوي الرابطة بالسلسلة. أعلى الله درجاتهم، جمعنا الله بهم في أعلى الجنة، أخلفهم فينا بخير خلف، شفعهم فينا ووسع شفاعاتهم في صلاح أحوال الزمان وأهل الزمان والأمة المحمدية في السر والإعلان. يا رب اقبل الحجاج، وشفع فينا أهل الوجاهة من الأحياء وأهل البرازخ، وفرج الكربات، وادفع الآفات، والطبنا وبالأمة فيما تجري به المقادير. فقد اجتمعت الجموع الغفيرة،
وجاءت اللغات المختلفة من البلاد المختلفة، الألوان المختلفة، الأجناس المختلفة، وقصدوا ربا واحدا وأرادوا إلها واحدا وعبدوا إلها واحدا ودعوا ربا واحدا وسألوا ربا واحدا والتجوا إلى رب واحد وخضعوا لرب واحد ولبوا بتلبية واحدة واقتدوا بإمام واحد، نبي واحد، رسول واحد، أمجد الأماجد، جامع المحامد، محمد الشاكر الحامد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، مجمع الخير والإجابات والغفران والعفو عن الذنوب العظام، حيثما تحضر الملائكة الأكرمون والصالحون من العباد الكرام، عشية وافى الوفد من كل وجهة وفج، وهم ما بين داع وذاكر وراج وباك من مخافة ربه بفائض دمع كالسحاب المواطر، وفي الوفد كم عبد منيب لربه وكم مخبت كم خاضع متصاغر وذي دعوة مسموعة مستجابة من الأولياء أهل الهدى والسرائر، وكان ما كان ووردوا على سيد الأكوان داعيهم ومرشدهم وهاديهم، والذي يذكرونه في مناجاتهم لباريهم، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي ليس في عقيدتنا ولا في فكرنا أن شيء أخطر على الإنسان ولا أضر ولا أكبر مصيبة من أن يدخل نارك، من سلم من دخول النار فلا شر عليه، ولو تعب ما تعب ولو ناله ما ناله، لكن المصيبة إن دخل النار، هذه عقيدة أولي الألباب، هذا فكرهم، هذا نتيجة الذكر العظيم الذي احتوى جميع الحالات وارتقوا إلى علي درجات، والفكر المستنير القويم العميق، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، فلا تعرضنا لهذا الخزي، وبيننا وبينك واسطة كريمة أرسلت إلينا وآمنا به، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان ونحن استجبنا وسمعنا من أجل تفرح منا وتحبنا وترضى عنا، استمعنا سمعنا وأجبنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمن ربكم اتبعنا فآمنا وراه وقفاه ومعه فآمنا، فإذا كان الأمر كذلك فلا تعرضنا لتلك النار وانظر لينا بهذا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الليجون تحت لواءه، الأبرار الليجون تحت لواءه، الأبرار ليريدون حوضه، وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك على ألسن الرسل، وعدنا على الخيرات، وعدنا على الطاعات، وعدنا على فعل الحسنات، وعدنا على ترك السيئات، مواعيد حق وصدق من الحق جل جلاله، لا ينبغي نضيعها بشيء من الترهات والبطالات والأخبار هذه التي أكثرها كذب، تلعب بالناس لعب، تلعب بالناس لعب وتفتن بينهم وتوغر بعضهم على بعض وتجعلهم في شتات وتجعلهم في سباب وتجعلهم في شتايم وتجعلهم متعرضين لأن يقتتلون وأن يستحل بعضهم مال بعض ودم بعض، إما بغفلة وجهالة وإرادة غرض من أغراض الدنيا، وإما بتلبيس في الدين، وكلهم لو انفتحت لهم قنوات النور واتصلوا بها ما رضوا لأنفسهم بهذه الحالات، ولكن تقصيرنا في القيام باتصال بهذه القنوات التي بثها الله لنا، لا دخلوا قنواتهم عليك حتى في جوالك في الجيب، وأسرع منها إذا تبغى قنوات النور أسرع منها بلا جهاز تحمله ولا شيء، قدم مركب ومصلح بقي ألا وجهه بس في قدم جاهز ومصلح بيتصل بفوق، ما تبغى مراتب الولاية ومراتب الصديقية ومراتب النبوة، وتبغى الاتصال عبرهم بالعظيم الملك القاهر موجود عندك ذا الجهاز، وأخبارهم فيه ونداءاتهم فيه برامجهم فيه ودلالاتهم فيه، وانت قاعد تعطل هذا كله وتحمل حق ذول السفلة الفسقة وتلعب بإصبعك وتلعب بعينك وتغفل
وتبعد وتحجب وتظلم، وإلى أين تمشي؟ وإيش المصير؟ من أغواك؟ من أغراك بهذا المسلك؟ لابد نرجع إلى ما آتانا الله من هذا الفضل وهذا النور الذي ابتث، والذي ما وعوا فيه سر اجتماعهم هذا في عرفات وفي تلك المناسك تبع لسيد السادات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعسى الله يوقظ القلوب ويحييها بعد الوفاة حتى يدخل فيها من نور الإيمان ما تدرك به سر الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، بواسطة هذا النور في ذا القنوات يحيو كثير. وذي قناة كبيرة لجمعتكم في ذا المجمع، وفيها من أنوارهم، وفيها من خبارهم، وفيها من أسرارهم، وفيها من روح، من الروح التي بها يحيي الله القلوب شيء كثير. ولعلك تكون واحد ممن عنوا بأفمن كان أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. مسكين الذي يمر عمره ما يحصل ساعة من مثل ذي الساعات، ما يحصل جلسة من مثل ذي الجلسات، وعكف على أهل الغفلات وعلى أهل البطلات ليس بخارج منها. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فاستهدوا ربكم جل جلاله يهدينا وينشر الهداية في البرية إن شاء الله ويلطبنا والأمة فيما تجري به المقادير. احيي يا ربنا ما مات من قلوبه لا إله إلا الله في فهم وحيك وسماع بلاغ نبيك حتى نتصل بمناجاتي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. إنهم يسمعونه بامتنانك وبإحسانك وبفضلك وبجودك يا ربي. ومن الأسباب مع الاجتماع وجهة القلوب إليك ودعوتها إياك أن تنور القلوب وأن تطهر القلوب وأن تسمعها هذا النداء، فإن من سمع فشانه عجيب في الولع في الاتباع في الإقبال بالكلية. بمجرد ما يصل سماع هذا النداء إلى القلب يسري العشق في البدن كله من الروح كلها، ويصير صاحبهم ولا ما سمعتهم يقولون وانتشر ريحهم في جميع ساحات الأقطار. الذي لهم مسك عطار وانتشر في جميع ساحات الأقطار من روح ريحهم دخل وسط الأفكار واشتغل بالقراءة دائم والأذكار. فإذا سمع القلب هذا النداء اهتدى بالهدى، والعاد رضي لنفسه يخرج ولا يسقط ولا ينزل، ويبقى متعلق بأذيال الإقبال على الله وفعل الطاعات والتجنب للمخالفات، فيذوق حلاوة القرب من الرب ولذة المناجاة ويهناه ثم يهناه في دنيا قبل أخرى، والآخرة خير وأبقى، وما عند الله خير للأبرار. فالموت للمحسن الأواب تحفته، وفيه كل الذي يبغى ويرتاد لقلب كريم تعالى مجده وسناء مع النعيم الذي ما فيه أنكاد. ورأى الرائي سيدنا مالك بن دينار على فرس منطلق، مالك يا مالك من أين؟ قال الآن أفلت من السجن. فانتبه وإذا بهم يعون مالك في بيته توفي، أفلت من السجن ودخل إلى البحر الفسيح الوسيع. لما رأي بعض الذين قبروا في هذه المقبرة كيف حالك؟ قال لو عرفت أن الأمر كذا تمنيت الموت من قبل اليوم، ولكن يعطي الله من يشاء ويرضي من يشاء ويهب من يشاء، والله يرحم موتانا وأحيانا ويشفع فينا أوليانا وصلحانا ويصلح ظواهرنا وخفايانا. يا رب تدارك الأمة في شرق الأرض وغربها، واكشف ضرها واكشف جميع كربها. يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. وهذه القلوب وقلوب من يسمعنا أسمعها النداء من نبي الهدى حتى تعشقك وتقبل بالكلية عليك في ظاهرها وباطنها، ولا تتولى عنك لمحة ولا لحظة ولا طرفة عين. أمين يا رب. أسمع هذه القلوب سماع نداء حبيبك المحبوب. يا الله أسمعها نداء ذاك السيد الأكرم، بعثه بندائك فأسمعنا هذا النداء،
واهدنا بذاك الهدى، أكرم كل قلب منا يا كريم برحمتك يا رحيم، وارزقنا سماع النداء العظيم لنعشق المقام العظيم، ونقبل بالصدق عليك بكلياتنا في كل ظاهر وباطن يا كريم يا الله. أسمعهم يا الله، أسمعنا وإياهم يا الله، أسمعنا وإياهم نداء هذا المنادي خير داع وخير هادي. يا الله يا الله، لا تمر حياة أحدهم وقلبه محروم من سماع هذا النداء، حتى يتصل بنبي الهدى ويقتدي به في من به اقتدى، ويدرك سر الاتصال بك يا عالم ما خفي ويا عالم ما بدا. يا الله بالحج والحاجين والعمرة والمعتمرين والزيارة والزائرين والطواف والطائفين والوقوف والواقفين والعكوف والعاكفين والركوع والراكعين والسجود والساجدين والقيام والقائمين، أسمع قلوبنا نداء حبيبك المحبوب بأوسع ما سمعته قلوب تحبها وتحبك، أردتها لك واخترتها لنفسك وهيأتها لحظيرة قدسك، وأبيت أن تذيقها مرارة الحجاب عنك يوم لقائك والوقوع في نارك. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار، فلا تجعلنا في الظالمين ولا في من يوالي الظالمين ولا في من يدخل مداخل الظالمين، ولا تعرضنا للنار ولا للهبها ولا لعقاربها ولا لحياتها ولا للخزي الذي فيها. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك يوم القيامة، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، فليس فينا من يطيق الخزي يوم القيامة. أتخزي منا صغيرا أم كبيرا أم ذكرا أم أنثى؟ يا ربي من تخزيه منا في ذاك اليوم؟ ليس فينا من يطيق الخزي. يا ربي يا ربي يا ربي، فارحم طائعنا وعاصينا برحمة تقبل بها طاعة الطائع وتتوب بها على العاصي، فلا يتعرض أحد منا لخزي يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، فاجعلنا معه بحقه عليك، اجعلنا معه بمنزلته عندك، اجعلنا معه بسر ما بينك وبينه، اجعلنا ذاك اليوم معه. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. جعلت من مظاهر فضلك المستمر العظيم أن جعلت نبيك يستغفرك للحاج ويستغفر لمن استغفر له الحاج، فما أعجب جودك الذي يورث الفرح والابتهاج على هذه الأمة الواصل إلى مختلف الفجاج. يقول لك اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، فلا يحج حاج إلا ووجد استغفار حبيبك أمامه يغطي معايبه ويقربه للقبول منك، ثم يمتد منه إلى كل من استغفر له رحمة منك جرت على يد نبيك، ثم امتدت في الزمن وقال إنه يغفر للحاج ولمن استغفره الحاج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وعشرا من ربيع الأول. لك الحمد يا رب.
حتى إذا كان بلد الحاج بعيدة وأصحابه في موطن بعيد ووصل إليهم بعد شهرين وبعد شهرين وزيادة دخلوا في استغفار المصطفى باستغفار الحاج لهم فغفر لهم الغفار. هذا مظهر من مظاهر كرم الكريم للأمة. نستغفرك لنا ولهم وللمؤمنين والمؤمنات. فاغفر يا خير الغافرين، أوسع المغفرة، أكمل المغفرة، أشمل المغفرة، أتم المغفرة، أعظم المغفرة، أعلى المغفرة، يا خير الغافرين، يا غفور يا غفار. اغفر لنا جميع الذنوب، جميع الأوزار، جميع الخطايا، جميع السيئات، جميع الزلل، جميع ما كان منا ظاهرا وباطنا. يا خير غافر اغفر، يا خير غافر اغفر، يا خير غافر اغفر. فإنك وعدت من يستغفر وقلت وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فاجعلنا ممن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى بنبي الهدى. يا عالم ما خفي وما بدا، والحمد لله رب العالمين.